سي بودرقه، مرحبا بك في اليوم 24. هذه مناسبه باش نتكلموا على مرحوم مهدي بن بركه. ما نشر مؤخرا حول اتهامات للمهدي بانه كامل العميل للمخابرات التشيكوسلوفاكيه، يعني كيف تابعته وما تعليقك عليه؟ اولا هذا تعليق، انا كل 10 سنوات كنت تخرج مساله بحال هكا. هذه 21 عام جا واحد الصحفي الباريز الاسرائيلي تيقول راه المهدي كان عميل ديال المخابرات الاسرائيليه وكيخلصوا سميتو. يعني المهدي كما كشفنا الشخصيه ديالو، يعني لو بغى الفلوس هذه كل مليار ديالو، هو ما كينهضرش من داك الشيء. هو كان الهدف ديالو هو انه مساعده الشعوب والشعب المغربي للتحرر، وهذا المسائل اللي كيمشي فيها. القضيه ديال تشيكوسلوفاكيا، اولا بعد تشيكوسلوفاكيا خصك تعرف انه كانت بحال واحد البواط بوستال ديال الاتحاد السوفيتي. يعني تما مثلا، يعني نهار هجمات اسرائيل 1955 على غزه، كانت تابعه ديك الساعه لمصر، تيحكي جمال عبد الناصر وكيحكي المؤرخين، جا باش زعما يشوفوا، وكانوا ضحايا كبار باش يدير، رقى لنا عدو 6 الطائرات اللي يمكن تليق انها تحارب، ورقى لنا الذخيره كلها اللي كيملكها الجيش المصري ما يمكن لهاش تدوم اكثر من ساعه. واضطر انه يبحث عن الاسلحه. الغرب ما بقاش بغاو يبيعوا له الاسلحه لانه تخلاو عليه. نرجع شويه للور، فاش كان بغى يبني السد العالي، وصلنا الاتفاقيه مع البنك الدولي وامريكا سميتو وبريطانيا، السد العالي وصار ضخم 165 مليار متر مكعب لهذه، وداروا اتفاقيه اوليه على اساس ان امريكا تعطي 20 مليون والبنك الدولي 44 مليون وبريطانيا ما عرفش 30 مليون دولار، وعلى الاخر تخلاو عليه. فلجأ الاتحاد السوفيتي باش يزود بالاسلحه، قالوا تمشي عند التشيكيين هما اللي غادي يعطيوك السلاح، لان هما داخلين ديك الساعه كانت الحرب البارده، وشي طبيعي انه تكون هكاك. تيقول لهم شي اسلحه جاتهم تماك. المقاومه المغربيه ولا الجزائريه الاسلحه، ولا نيلسون مانديلا اللي ذاكرين افريقيا، طبعا الاتحاد السوفيتي مكلف هذوك التشيكيين باش يعطيو الاسلحه. والدليل باش نقول لك ان داك الشيء يعني اللي كيتسمى ربيع براغ 1968، الكسندر دو باتشيك هذاك فاش دار الثوره، يعني حزب شيوعي وكيطالب الاشتراكيه انسانيه. ما معنى الاشتراكيه انسانيه؟ يعني حريه التعبير وحريه الصحافه، حقوق الانتخابات وداك الشيء في مارس. هذا الشيء دار الشيء في مارس. في اكتوبر ولا ديسمبر جاوا الدبابات الروسيه وطيروا داك الشيء وصلات عن بي. ولكن هذا دو باتشيك، هذا الكسندر دو باتشيك صبح رئيس الجمهوريه لما سقط جدار برلين، تحرك هذه المسائل. ثم كاينه حاجه اخرى، نشاش انا في براك كانت العاصمه ديال مقر ديال الاتحاد العالمي للطلبه في العالم، وكان عندنا فيه كان ممثل ديال الاتحاد الوطني للطلبه المغربي فيهم هو الجداوي اللي كان راضي يعينوا صاحب الجلاله اللي تولى العرش محمد السادس، يعينوا سفير في روسيا ويلعب واحد الدور اساسي في تقريب تحسين العلاقات المغربيه الروسيه. ثم المهدي راه كيمشي لتماك باش يتلاقى مع الطلبه، هو كيعجبو. مثلا في مارس 30 مارس 1965 طلبوا منو اتحاد الطلبه في القاهره، اتحاد الطلبه العرب في القاهره، يدير لهم محاضره. شنو المحاضره اللي دار لهم؟ تغلغل اسرائيل في افريقيا، جاب بالحجه والبرهان واحد راه مازال يعني مشهوره هذه المسائل. اول مره كيجي قائد سياسي عربي وكيبين بالبرهان ان الافارقه، ان اسرائيل كتوجه يعني سميتو ديالهم المهندسين ديالهم طبعا بطريقه الاستخبارات باش كيخدموا فيها، وكيقارن ما بين كيفاش كيخدم المهندس المصري وكيفاش كيمشي المهندس الاسرائيلي. هذا كيمشي سميتو يمكن حتى البابيون، والاخر كيمشي بالتريي وكيخدم هذه المسائل، وكينبه العرب انه راه دخول اسرائيل افريقيا راه خطر، راه يطوقنا وهذه المسائل. وهنا فين جات ان كيشكل المخابرات الاسرائيليه حتى هي لعبت دور في هذه القضيه ديال الاختطاف ديالها. طيب خير، معرفتك ودراعك على المهدي بن بركه، كيفاش كانت علاقته مع المال واش خلى شي املاك عقارات؟ ما كانت عنده علاقه عامله. اولا بعدا
خلا عندهم داك الدار ديال اللي خلات لهم اللي ديال باه وامه اللي كانت ساكنه فيها امه، وكان خوه عبد القادر المركا هو اللي كيتصرف في هذه المسائل هذه. اما هو ما كان عنده في ملكيته ولا شيء، حتى ولاده فاش كانوا في القاهره راه الحكومه ديال عبد الناصر والحكومه البصريه اللي مكلفه لا بالسكن ديالهم ولا بالمنحه اللي كياخذوا. ملي جاوا لفرنسا ولادهم كله خدموا، فوز، بشير، سعد، منصور، لاباس عليهم، كاينين الدار. وشكون اللي عطاهم الدار ديال الكرا؟ شيراك لما كان عمده ديال باريس، عطاهم الدار كاريين فيها وساكنين فيها. حتى خوها علي بناني اللي كان ساكن معاهم حتى هو خدام، يعني خو مراته. وباش نقول لك باش انه الفلوس حتى هما حتى ولادو ولا مراته، يعني هذه القضيه الفلوس نحكي لك واحد الحكايه. لما خرج من بلا من السجن في الجزائر، جاء لباريس عيط ليا طلب لي جوج الاشياء اللي قال نهضر لي الان اللي كتحكي. قال لي تديني نشوف مرات المهدي من بركه. مشيت ديته للدار، جات خاصك سياره، خاصك دار، خاصك. قلت له ما خاصني والو، انا حاضر، انا حاضر. لا قولي لي سميتو، انا راه بحال خويا هذاك وهاد المسائل. فعلا كان رئيس الجمهوريه الجزائر صاحبه، ولا بغى الملاير غادي يعطيهم له، ماشي يمشي المهدي باش يتسقط باش ياخذ 100000 دور، 1250 جنيه. شنو يدير لك باش تمشي بها لافريقيا؟ شنو يدير لك؟ اولا هو بعدا عنده التنقلات ديالو مضمونه، لان فيما مشى كيتراس هذيك اللجنه، وبالتالي هذيك الافروزياتيك هما اللي كيخلصوا له البي ديالو، ولا ما تكلف بالقارات الثلاث حتى هي، يعني لي ديبلاسمون ديالو كلها ما يعني ما عنده، ما يحتاجش زعما شي حد باش يعطيه ولا سميتو، يمكن يعطيه ولا شي الا كان شي واحد شي طالب محتاج ولا شي حاجه. ثم كان يعني كي عند المهدي كيجي جا للجزائر مره في ديك بدايه الستينات، ولقى واحد المجموعه ديال الشباب تماك. اش كديروا هنا؟ هنا داهم فين؟ داهم اليوغوسلافيا. وش عند تيتو؟ قالوا تعطيهم منح، عطاهم منح وتخرجوا كلهم فيهم. داك عبروق اللي دخل اخيرا حتى هو، عبروق اللي كان مشى من 62 وخلاتو العائله ديالو، جبنا حنا في حياه الانصاف ودخل وعلقوا له الملك وسام وهذا المسائل. كان من عناصر اللي دا المهدي هو واحد المجموعه، مصطفى العماري، واحد قراو كلهم تما كتخرجوا خريجين ديال يوغوسلافيا. وتشيكوسلوفيا ايضا كان منح، يعني شحال زي يجيب المنح للطلبه المغاربه اللي كيبغيو يمشيو يقراو ديك الدول الاشتراكيه وفي الاتحاد السوفيتي. يعني طبيعي حتى تجلس، حتى يجلس الراجل السياسي مع راجل سياسي. انا عشا لا مع الفقيه البصري ولا مع المهدي ولا مع عبد السي عبد الرحمن يوسف، حيت يتلاقى مع الاحزاب الاخرى ولا مع الفلسطينيين. كتهضروا على الشتاء والجو، كتهضروا على التحليل السياسي والاستراتيجيه والتكتيك والمعلومات وداكشي، كتصاغ المعلومات. وغالبا هذوك الاحزاب كلها كينقلوا المعلومات للدوله ديالهم، وكتسمى راه قال المهدي ولا قال فلان. وهذا الشيء طبيعي زعما، ماشي شي حاجه عاديه. كنا حنا والفقيه مشينا شفنا الخميني ملي عاد دخل تماك وجا للعراق، عطاه واحد التحليل يعني لو تبعوه الفقيه البصري. قال لهم شوف، الله رحمنا، مصر مشات وقعت ديك الساعه مع اسرائيل كامب ديفيد وطردوها من الجامعه العربيه. هذه حنا شفنا القلعه اللي كانت تتشكلها ايران في عهد الشاه، كانت تترق بجميع الجيوش العربيه، وذاك المقر ديالهم هو اللي عطاو لسميتو هذا هاني الحسن اللي هو التعيين. ومشينا في نفس النهار معاه اللي كان عينو ياسر عرفات السفير ديالهم تماك، وشفنا داك كيفاش كانوا كيشتغلوا الاسرائيليين تما، كيفاش كانوا كيراقبوا. وقال لهم راهم كيحضروا الدستور ديالهم، وراه دايرين فيه جوج اللغات الفارسيه والعربيه. ودابا عندكم تمشيو تغلطوا، راه هذه خصنا نعوضوا بها مصر. والقوه ديال ايران في ديك المنطقه يعني اللي كانت قلعه ديال المخابرات الامريكيه وديال اسرائيل، راه تحول باش نقوا بها القضيه الفلسطينيه، ومشاو داروا العكس. يعني اجتمعنا مع القياده البعثيه في العراق، وكيكون الحديث فين كنتوا. وحنا شنو درنا؟ حنا اصرينا باش كنا تماك. قال لك ديك الساعه مازال الامن ما موجودش، كنا لهم بغينا ندخلوا من
من طهران على الحدود البريه، قال لك ما مضمونش الامن ديالكم، ما مضمونش، نعطيكم الطياره سير في ما بغيتوا للباريز وخذوا الطياره للعراق. قلنا لهم لا، خلينا ندخلوا. وتعمد داير الفكر البصري باش يدخل من الحدود، حنا جايينكم من ايران، حنا كنا في ايران وجينا للحدود ما خبرهمش. ملي جا وقفنا الحدود قالوا له شنيتو انت؟ قال له اعطيني ضرب التليفون، عنده التليفون ديال طريق عزيز صافي. وقال لهم وجابوناهم هذيك الساعه تباك وقال شي معاه فين كنا في هذا فينا، وتيقول لهم عندكم تغلطوا، هذه ما تمديكمش انتم، كان عندكم الخميني هنا وجريتي عليه في النجف وداك الشيء، نساو هذه المسائل. وبداوا صفحه مع الايرانيين، وفعلا دامت الحرب 10 سنين حتى واحد شكون اللي ربح فيها؟ حتى واحد، كلهم الغرب كيبيع السلاح لهذا ويبيع السلاح لهذا، حتى يقول راجل سياسي. طبعا هذا الشيء راه كينتقل، تينتقل الاجهزه اللي كتنوطيه كتعتمدي على شيء طبيعي. زعما اولا خصنا نعرفوا الشخصيه ديال المهدي شكون هو. ولد الشعب، ولد عائله بسيطه في الرباط، وفي عهد الاستعمار يعني كانوا كيدخلوا واحد من العائله للمدرسه، هو دخلوا خوه وما دخلوش هو، اش بقى كيدير؟ كيمشي كيجلس حدا الشرجم حدا دار المدرسه وكيبقى يسمع للدرس يوميا. اللي شافوا المدير يعني يحن فيه وقال علاش؟ قال الاستاذ دخلوا حطوه في يعني في القاعده يعني اخر سميتو، عاود يبقى في البرد وشتاو داك المسائل خليه تماك. بقى وصبح كيصبح هو المتفوق، لان هو عنده واحد الذكاء خارق للعاده، واحد النبوغ. هذاك اللي حتى ملي وصل للثانويه وتخصص في الرياضيات وصبح يعني بارز، كان واحد الفرنساوي اللي كان كيقرا معاه وكتب، تيقول لك كان كي داك الفرنساوي هو باستمرار الاول، ولكن ملي جا المهدي بدا كيسبقوا، رغم انهم كيوصلوا لنفس النتائج، ولكن تيقول لك المهدي كان عبقري اكثر مني، لاننا باش نوجد انا حل ديال المعادله ديال الرياضيات كان خصني اربعه صفحات، هو في صفحه واحده كيوجد الحل. وماشي متفوق غير في الرياضيات، متفوق في الفلسفه، في باقي المواد، بحيث عنده واحد ميتو حتى خدا البكالوريا ديالو، وتخدا البكالوريا في لي سيغورو، كان في لي مولاي يوسف ولي سيغورو، كان بجوج، كان فيهم بجوج، كان فيهم بجوج، خدا البكالوريا ديالو ديك الساعه، ومفروض خدا منحه اللي نعطاوه منحه الفرنسيين، جا هو لا ماجور ديال البروموسيون ديالو. ولكن ديك الساعه كانت الحرب العالميه الثانيه بدات، ما يمكنش يمشي لفرنسا، ومشى للجزائر. هو واحد مجموعه من الطلبه المغاربه بما فيهم السي عبد اللطيف، الدكتور عبد اللطيف بن جلول، اللي كان رئيس الفريق ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه في البرلمان الاول ديال 1963. درست تماك يعني بسهوله خذ الدبلوم ديالو ورجع للمغرب. فاش كان بعدا في الجزائر كان كياخذ التران القطار من الجزائر العاصمة، وكيجي لفاس باش كيحضر الاجتماعات ديال الحركة الوطنية، رغم أنه كان صغير جدا في الطفل يعني راخد كيجي من الجزائر باش يحضر الاجتماعات، وهذه شهادة ديال السي عبد الرحيم بوعبيد، باش يحضر الاجتماعات ديال الحركة الوطنية. راه في عمره ديك الساعة 21 22، إذا تخرج هو في سنة 23 يعني 43، رجع بحالته للمغرب واستقر هنا، واصبح استاذ ديال الرياضيات وحتى في الليسي المولوي، بحيث المرحوم الحسن الثاني كيقول لك انه كان بفضله باش استطاع ينجح في البكالوريا، لان كان عنده ضعف في القضيه ديال الرياضيات، وبالتالي كيرجع عليه الفضل فيها. ونجي من بعد نقولوا شنو قال فيه الحسن الثاني، حتى هو شنو قال فيه. ذاك صبح استاذ ديال الرياضيات، ولكن كان عنده واحد الاهتمام ايضا بتعليم الفتاة المغربية. وفي سنة 1943 أرسل مذكرة للملك محمد السادس كيقول له محمد الخامس عفوا، أرسل مذكرة لمحمد الخامس كيقول له أن خص الفتاة المغربية تمشي للمدارس، وأعطى برنامج شنو الدروس اللي غادي تقرأ، بما فيها التاريخ، الآداب، اللغة الأجنبية الفرنسية، وأنها تدرب على الطبخ وعلى تسيير الدار، تدرب على تربية أبنائها، وكيفاش انها باش تدير شويه ديال الرياضه. وقال لهم لان العقل السليم في الجسم السليم، وخص المراه المغربيه باش تاخذ مكانتها، لان ما يمكنش المجتمع المغربي يتقدم الا ما كانتش معها المراه. وفي نفس
السنه اللي بعدها 1944 كيوقع عريضه الاستقلال مع القاده الكبار ديال الحركه الوطنيه. وتيحكي سي عبد الرحمن اليوسفي في هذيك السنه فاش جا هو باش يقرا في ليسي مولاي يوسف، كان الانتخابات ديال القدماء ثانويه مولاي يوسف، وكان ترشح المهدي بن بركه مع واحد مولين من الرباط اللي غادي يصبح حتى هو واحد زعيم سياسي ولكن يميني. فقال لك يعني تفوق عليه المهدي بن بركه بكثير من الاصوات. وتماك استقطبوا ثاني واحد المجموعه ديال الطلبه الجداد اللي بما فيهم السي عبد الرحمن اليوسفي. كيحكي كيمشي يديهم لدار امه اللي موجوده في الكزا، عندها بيوت في ريد شوسي في التحت وعندها بيوت الفوق، بحيث ديك البيوت كلهم معمرهم، هذه مجموعه بوحده هذه مجموعه بوحده، وكيتنقل هذه كيدي له مثال هذه كيدي لهم محاضره هذه كيتناقش معهم، يعني عنده واحد الحركه واحد الديناميكيه. وتماك كاع اللي استقطب ادوا اليمين ديك اليمين ديال حزب الاستقلال باش انهم يخدموا الوطن ويخدموا الملك والى اخره. وتماك ايضا يعني فاش دارت نهار 29 يناير 1944 دارت مظاهره في الرباط لتأييد عريضه حل الاستقلال، نادوا اليوسفي وجماعته اللي كانوا في ثانويه يوسف خرجوا يعني بالقوه. ملي جاوا يرجعوا شدوا عليهم الباب، واغلبيتهم ما ساكنينش في الرباط، كلهم جايين من مناطق بعيده، مشاو للمسجد ديال السنه تماك. ولكن المهدي ساق الخبار فبسرعه يعني تجند وصيفط الوطنيين، كل واحد خدم مجموعه دا عنده بحيث مرتاح، حتى سكنهم كلهم وبدا العنايه ديالو. غير باش تشوف العنايه ديالو من البدايه كيفاش كانت بسميتو بالشباب على الخصوص وبالعنصر النسوي. إذن حنا مازالين الان في 44 45. إذن ملي دار ديك العريضه المرحوم محمد الخامس بدا هو كيدير محاربه الاميه، خدا بيشكليت وبها كيمشي من درب لدرب، لدرجه ان السي عبد الكريم غلاب الله يرحمه وصف ديك البيشكليته ديالو، قال لك حيت يجيو المقر ديال جريده العالم ديما كيوجدوا ديك البيشكليته ديال السي المهدي وما كيوقفهاش مقاده، لان ديما زربان ديما كتكون معوجه في الوقوف ديالها. وقال لك حتى المخابرات والبوليس كيعرفوه فين كاين بديك البيشكليته ديالو، وكان كيتنقل كيحارب الاميه لفصوا في الرجال، وعنده بعض العنصر النسوي اللي كان متقف كيساعدهم حتى هما يحاربوا الاميه عند 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 عند, عند النساء. الى سنه 1951 استمر في هذا العمل بديك البشكيت، يعني من 44 الى غايه 1951، ذاك النشاط ديالو التنقل واللي حكى عليه حتى الاستاذ بوبكر القادري اللي كان كيسافر معاه باش يمشي وينظموا الناس في مناطق في الباديه، وكانوا كيركبوا في الكار ما كانش كيمشيو في السياره. وقال لك الطريقه باش كان المهدي كيسافر الكتوبه ديما عنده القرايه، حيت يجي الناس كيهبط القب ديالو كينعس، وكنوصلوا قال لك لتماك حنا كلنا عيانين، هو ديما ناشط كانه يلا ركب ربع ساعه ولا خمسة دقائق في الكار. وبالتالي يعني اذا نفاوه هو ديك الساعه الإقامة العامة ضيقها ذاك النشاط ديالو ذاك العمل، نفاوه التفيلات بالضبط أغبالون كردوس. وهنا كيهضر عليه المرحوم المختار السوسي في ذاك معتقل الصحراء، وكيحكي النشاط اللي كان كيدير السي المهدي تما، إلقاء محاضرات، تعليم اللغة، تعليم المناضلين اللي منفيين. وقال واحد القضية أخرى أن ذاك الضابط اللي كان كيحرسهم تماك كان تيخطر خطرة كيجي يخرج المهدي وكيديه لدارو، لان بنته غادي تحضر البكالوريا كيعطيها دروس. فقال لك اغتنم المهدي ديك الفرصه هذيك باش كيجيب لهم الخبار ويجيب لهم الجرائد، يعني كياخذ ديك الحريه اللي كيديها هذاك الضابط باش يمشي انه يتقدى الخبار. وكي ضابط فرنسي. غير من ضمن الاهتمامات المهدي هي ايضا حقوق الانسان، طبعا واحد اللي كيهتم بالشباب وكيهتم بالاطفال وكيهتم بالنساء ضروري تكون عنده هذه الاهتمامات. لما يعني بعد الحرب العالميه الثانيه وتقرر انشاء يعني وقف ديك عصبه الامم اللي كانت وانشاء الامم المتحده وصدور يعني التحضير ديال الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المغرب شارك في مؤتمر
حقوق الإنسان، هذا المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي انعقدت في باريس في قصر شيو، شارك فيه المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد، وشاركوا في النقاش ديال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودافعوا على القضية الوطنية أن بلاده مستعمرة والشعب المغربي محروم من الحقوق دياله إلى آخره. يعني كان الدفاع، كانت المشاركة ديالهم. وبقات في هذه القضية كيعتني قبل ما يموت، يعني في مارس 1965 شارك في ناكازاكي، ديك واحدة المدن اللي تضربت هي وهيروشيما بالقنبلة الذرية، شارك في ذاك المؤتمر الكبير اللي كان من أجل مناهضة يعني الأسلحة النووية، وكان دائما هو شارك أيضا في الدفاع عن حركة التحرر وأصدقائه في أفريقيا وأفاسيا وفي أمريكا اللاتينية، كان عنده هذا الاهتمام ديال حقوق الإنسان. كاين من ضمن الاهتمامات أيضا كما قلنا ديال المهدي بن بركة الله يرحمه هو التعليم، وكيعتبر أنه أمة بدون تعليم راه يمكن لهاش تقدم. وترأس اللجنة الأولى اللي دارها المرحوم محمد الخامس اللي سميتها اللجنة الملكية للتربية والتعليم في سنة 1957، وصدروا واحد المجموعة ديال الاقتراحات أنه يعني، ودار ديك الساعة واحد المجموعة ديال المحاضرات كيدعي أنه في القضية. ومن ضمن الأقوال ديالو إلا سمحتي لي نقرأها عليك باش ما نكون شيء نجني على هذا، إذن هذه لما ترأس ديك اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، كيقول إن ضعف المجتمع المغربي يكمن في ضعف التربية والتعليم، ومن هنا يجب أن تكون البداية. وكيقول أنا كنهضر على 57، البحث العلمي اللي حد الآن مازال المغرب ما مقدمش فيه، ومازال كتعطاه واحد شي شنيتفات من الميزانية وما كتبتش شي، يقول المهدي في 57 على البحث العلمي، بدون بحث علمي لا يمكن أن يكون هناك تطور ولا يمكن أن تكون هناك حياة. وكيزيد كيستمر، البلاد التي لا تتوفر على الباحثين والمفكرين وليس لها علماء ستؤول إلى العبودية ولا تستحق إلا العبودية. وكان ضمن الأشياء اللي كان مرشح ليها المهدي بن بركة من ليدر هذه اللجنة، كان ديك الساعة غادي تأسس واحد الحكومة يترأسها على الفاسي، فاش كان طالب حزب الاستقلال أنه هو اللي يبقى يكون واحد النوع ديال التناوب، عوض تكون ديك الحكومة فيها استقلاليين والشوريين والأحرار والمستقلين. طالب، وكان ديك الساعة سي على الفاسي هو اللي كان مرشح أنه يترأس الحكومة. ومن ضمن الوزراء اللي كان غادي يتولى حقيبة التعليم هو المهدي بن بركة. ساعة ديك الحكومة ما تبدلش، نحكي بالتاريخ ديالها في لماذا، نحكيه في مرة أخرى في موضوع آخر. ملي جات الحكومة ديال عبد الله إبراهيم في ديسمبر 1958، كان أيضا مرشح أن يكون وزير التعليم هو المهدي بن بركة، ولكن لأسباب ولحسابات سياسوية مع كاملسة ضعيفة جدا ما كتب. 14 نوفمبر 1956، ديك الساعة قبل من 14 ديسمبر، الحركة الوطنية اتصلت بمحمد الخامس، لأنه يعني كانوا دائما كيطالبوا تكون ديمقراطية وكان دستور، يعني كان الفقيه البصري والسي مهدي بن بركة والسي عبد الرحمن اليوسفي لقاء مع السي عبد اللطيف بن جلول مع محمد الخامس، تيقول له شوف حنا عاد خدينا الاستقلال، حنا ما غادي نمشيوش بخطوات سريعة، حنا عندنا فيك الثقة، أنت الآن كتجمع غادي تجمع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وحنا غادي نمشيو باش نبنيو شوية بشوية. فهذاك هنا جات الفكرة ديال أنه يكون واحد المجلس وطني استشاري كله معين من طرف المرحوم محمد الخامس، ولكن كان فيه تمثيلية للجميع، كانت فيه الأحزاب السياسية كلها، الاستقلال والشورى والأحرار، وكانت فيه النقابات، كان فيه رجال الأعمال، كان فيه العلماء، كان فيه الفلاحين، كان المحامين، الأساتذة الجامعة، الحرفيين، كانت فيه واحد تمثيلية كبيرة بزاف ومنوعة. ولكن داك الدينامية ديال المهدي جعلته يعني يلعب الدور ديال اللي كيلعبوا البرلمان حاليا، يعني مراقبة الحكومة، إصدار التشريعات بحيث القوانين الانتخابية كلها ديال الانتخابات ديال المجالس البلدية والتشريعية صدرت في هذه الفترة ديال سميتو قبل، وتحل مع كامل الأسف سنة 1959 على أساس أنه غادي يدار
برنامج الدستور وهذه تمشي المسائل. لعب الدور ايضا المهدي مبركه فيما يخص المجتمع، بناء المجتمع المدني، بحيث حتى ملي عم بعد عودته من الجزائر بدا كيشجع الشباب يديروا جمعيات الى اخره. ولكن ملي قرب الاستقلال ايضا لعب دور، هو كان عنده واحد دور اساسي في انشاء الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، هو اللي نسوا واحد المجموعات ديال الجمعيات ديال الطفوله وديال لاماج وديال التخييم، هذه المسائل كلها. ثم كان المشروع ديالو اللي هو طبعه فعلا هو طريق الوحده، اللي هو فعلا كانت معجزه انه يجمع يعني 11,000 واحد من جميع انحاء المغرب، وقبل ما يجمعهم خدا 304 ولا 310 ديال العناصر كلهم معلمين واساتذه، وكونهم وكيهيئهم لهذه المرحله هذه، وجابهم جميع انحاء المغرب. وجا المرحوم محمد الخامس هو اللي دشن طريق الوحده، وعندها رمزيه هو كتربط ما بين الشطر الشمال اللي كان مستعمر باسبانيا والشطر الجنوبي للمغرب اللي كان مستعمر من طرف فرنسا. وكانوا كيشتغلوا في الطريق، ولكن في نفس الوقت كيخدموا كيمشيو كاين تكون قرى تما كيمشيو عندك القرى يحفروا لهم البير، يبنيوا لهم شي حاجه، يقدموا لهم مساعدات. وكان كيقول واحد الكلمه وكيردها باستمرار، نحن نبني الطريق والطريق تبنينا. والهدف منه من هذاك هو ان هذوك الناس في الصباح كيخدموا في الطريق، وفي العشيه تكوين محاضرات وهذه المسائل، باش حيث كيحضر الاطر اللي غادي كيشيفتها جميع انحاء المغرب باش تخلق النواه اللي الدينامو اللي غادي يمشي المغرب مستقبلا. كانت عنده هذه النظره فيزيونير ديال المسائل، وكان وقت المسائل بواحد الجديه لا تتصور. المهدي كان من اصغر العناصر ديال القياده ديال حزب الاستقلال، هو وعبد الرحيم بوعبيد، وكانوا كيلعبوا واحد الدور هما اللي كيسيروا الاشياء. يعني على الفاسي كان منفي، كان في الاول منفي للكابون، ثم لما سميتو كان في القاهره، وداك النداء ديالو اللي وجه بعد نفي محمد الخامس، نداء القاهره اللي كيدعي فيه الشعب المغربي ينتفض من اجل عوده الملك. يعني المهدي لعب واحد الدور في استمرار حركة الاستقلال، رغم انه كان وعبد الرحيم عنده تحفظ على حزب الاستقلال، ان هذا الطموح ديالنا الطموح ديال كل الشعب المغربي ماشي غير ديال الحزب ديالنا، ولكن رغم ذلك لعب واحد الدور. ولكن بدات تتبان واحد النوع ديال الصراعات، قد ماشي طبقيه ولكن كتبان انه سميتو، فدار واحد القضيه المهدي، اسس لجنه سياسيه اللي دخل فيها المجموعه ديال الشباب الفقير البصري وهاد المسائل كلهم، دخلوا تماك كيشتغلوا داخل الحزب. ولكن بانت ان داك التعايش بدا كيبان صعيب، رغم ان على الفاسي في البدايه كان مع هاد الشباب، لان هو جا كان بقى في القاهره وكان رفض يجي للمغرب، بحيث ما دخل المغرب حتى ملي جا استقر في طنجه اللي كانت مازال دوليه، بحيث واحد سميتو بصعوبه باش جاء على الفاسي ومع كامل الاسف، لان كانوا هما كيعتبروا ان علي الفاسي معاهم، لان حتى السي عبد الرحمن ملي كان في الاربعينات كينضم الطبقه العامله وكان كيجيبهم لحزب الاستقلال، قال لك القياده التقليديه ديال حزب الاستقلال ما عجبهمش ان هاد الزوفريه بهذا التعبير اللي كانوا كيسموا هذوك لي زوفريي الطبقه العامله يدخلوا للاستقلال، موالفين دوك اما الفقهاء اما بعض الحرفيين اما هذه المسائل، الا السي علال الفاسي قال لك هو الذي كان ينظر بعين الرضا لهذه العمليه، ان بالعكس هذه كتقوي الحزب وهذه المسائل. اذا استمرت حتى وصلت لواحد الدرجه انه وقع خلاف مع المهدي، فاسوا الجامعات المتحده لحزب الاستقلال، وناض بدا يشدوا عليهم المكاتب، ناض بدلوا لها سماها جامعات المستقله لحزب الاستقلال، سجل بهم حزب الاستقلال دعوه انه ما ديروش حزب الاستقلال. كان لقاء في طنجه وتماك قرروا ينشئوا الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، وجعلوه علاش الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه؟ ان فتحوه امام جميع العناصر باش يدخلوا المقاومه. وما نساوش ان واحد جا ناصر كبيره من حزب الشورى والاستقلال
عبد الهادي بوطالب بن سودان وزاني واحد المجموعة كلهم دخلوا التحقوا بحزب 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 الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وعناصر أيضا حتى من الحركة الشعبية كانت التحقات بهم وجمعوا هذه المسائل. وديك الساعة ما قرروا أنه ما يديروش قائد داخل الاتحاد الوطني، تدارت الكتابة العامة اللي هي كعبارة قيادة جماعية اللي فيها موزعين أن الفقي البصري الجانب السياسي، البهدي مبركة الجانب التنظيمي، عبد الرحمن يوسفي الإعلام، دي السي عبد الرحيم وعبد الله إبراهيم ما داخلينش في سميتو لأن كانوا في الحكومة. كان ديك الساعة عبد الله إبراهيم هو رئيس الحكومة والسي عبد الرحيم هو النائب ديالو وزير المالية، وبالتالي ما داخلينش في هذيك التركيبة ولكن معاهم في التوجه وهذه المسائل. فهنا تأسست يعني بنت الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ملي كنت نجل مع السي عبد الرحمن اليوسفي باش نخرجوا ديك الشذرات ديالو حديث في مجرى، قال لي هو عاش هذا المحرار، قال لي لو تحت الفرصة السي علال الفاسي والمهدي مبركة أنهم يتعرفوا يكتشفوا بعضياتهم، لأن ما عرفوش بعضياتهم، ما كيعرفوش أي بزاف بعضياتهم، وكان مع عمرين قسم حزب الاستقلال وغادي يكون وجه آخر عند ديال تاريخ المغرب. وكيقول لي أيضا لو أنه كان واحد انسجام ما بين ولي العهد داك مولاي الحسن والفقي البصري والمهدي مبركة، هذه كل المغرب عنده تاريخ آخر ماشي هذا التاريخ اللي عشناه، يكون نقطعنا واحد خطوات لا في التنمية ولا في بدون هذه الصراعات اللي ضاعت، يعني واحد الصراعات ضاعت هباء منثورا في يعني في الوقت اللي كان كل شيء متفق أن عهد الاستقلال هو الشعب المغربي يستفد، ونقطعوا خطوات يعني صبحنا كان يعني شد فيا نشد فيك العنف والعنف المضاد اللي أخرنا سنوات في الحقيقة في التقدم. في سنة 1960 طرح الدستور اللي وتطرح الاستفتاء ديك الساعة الاتحاديين، كان ديك الساعة البيضاء نعم والزرقاء لا، فالاتحاديين رفعوا شيء على لا بيضاء ولا زرقاء، دستورهم ثم يبقى داروا المقاطعة ديك الساعة. وفعلا كانت حملة ديال سميتو دا القمع، تيقمعوا الناس وداك المسائل. وجات في 63 انتخابات تشريعية، الاتحاد دا أغلبية المدن الكبار، الرباط تقريبا كلها خداوها، طنجة كلها، رغم أنهم زوروا للسي عبد الرحمن وكيحكي على زوروا له، كان هو نجح وكان الخصم ديالو هو الشريف الوزاني، يعني هو اللي فشل. ولكن جاءوا عند سي واحد اللي كان مشرف على هذيك العاميه، جاء السي عبد الرحمن قال له راه ما زورناش اي شي حاجه غير ديك الاصوات ديالك انت، دوزناها للسي الوزاني والوزاني الوزاني واعطيناها لك انت وصافي. ولكن الرباط والدار البيضاء والمدن فاس بما فيهم بحيث جميع الوزراء كلهم سقطوا الا قديره، لان قديره كان وزير الفلاحه وزير التعليم وزير الداخليه، كان عنده هذا المنصب هذا الوحيد اللي نجح، حتى مولاي احمد العالي وكلهم سقطوا في امام الاتحاديين. ف دار ديك الساعه بقات الانتخابات البلديه والقرويه غادي تكون شي مورا هذه التشريعيه، وما فيها مثلا في هذه التشريعيات المهدي عاوتاني لعب واحد الدور دفع بالشباب، كيحكي لي الراضي ديك الساعه كان مازال شاب، عيط له قال له غادي تمشي ترشح في بن سليمان في سيدي سليمان، جاء عنده قال له سميتو قال له ما تجيش عندي، سير ترشح وخصك تنجح. صيفط المهدي العلوي لسلا، وشكون اللي مرشح في سلا؟ سيدي بوبكر القادري اللي كيعرفوه، يعني ما يمكنش يعدي نفسه يجي واحد محامي صغير باش ينافسو، ورغم ذلك نجا عبد الواحد ونجح مولاي المهدي العلوي بفضل ديك الحمله اللي دارت ديال الاتحاديين. وبقات الانتخابات البلديه، ولكن بداو الفروع تيقول لك اودي راه القمع والاضطهاد وهاد المسائل راه كثر علينا، وقررت اللجنه المركزيه تجتمع في الدار البيضاء نهار 16 جويلية 1969. ولكن قبل ما تجتمع قال لي السي عبد الرحمن
كان عندنا خبار، كان المهدي والفقير البصري كيجيبوا عندهم الناس يعني في ما في الشرطة ولا سمعتي، كيجيبوا لهم راه كيوجدوا لكم شي حاجة كبيرة، شي حملة اعتقالات راه غادي تكرفصوا فيها تكرفصكم، لدرجة أنهم تلاقاو فوضوا عابد الجابري هو اللي مركز ديك المعلومات اللي كتجي، بحيث كان عندهم 10 أيام قبل أنه غادي تكون شي حملة ما عارفينش شنو هي سميتو، شي حاجة خطيرة ضدهم، شي مؤامرة كبيرة. داكشي علاش المهدي خرج نهار 15 يوليوز، يعني 16، وما حضرش الفقيه البصري الاجتماع، وكان الذكاء ديال السي عبد الرحمن والسي عبد الرحيم استدعوا جوج ديال الصحفيين اللي هما أزولاي، واحد صحفي أمريكي حضر معهم جلسات. كان كيشتغل في مجلة مغرب شي حاجة في الدار البيضاء، وجابوه قالوا الله خليك أجي تحضر معنا، وعيطوا لذاك الملك الأمريكي اللي كيعرفوا السي عبد الرحمن صحفي مشهور باش يحضر معهم باش يسميتو، لأن كان شنو هي الهدف المؤامرة؟ كان وفقر ديك الساعة مدير الأمن وجايب أسلحة باش يطلعها يقولها أنا رقيت الأسلحة تماك، وجود هادوك الصحفيين بجوج هي اللي سدات لهم بحيث اعتقلوهم كلهم وداوهم من تماك للكوميساريه، ومن بعد دوزوهم لدرب مولاي الشريف، وبعد نقلوهم لدار المقري، دار المقري هنا. فالمهدي خرج في هذيك 15 ديال 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 15 يوليو، يعني عشيه انعقاد هذاك المؤتمر. داك الشيء الفقيه ما حضرش، ولكن قبطوه فيما بعد هنا في الرباط ديك الساعه، ودار ديك المحاكمه، تحكموا 11 احكام بالاعدام، ثلاثة غيابيا ديال الفقيه البصري ومؤمن الديوري عمر بن جلول والباقي. ولكن فيما بعد غادي يعفي علوم الحسن بعد احداث 23 مارس، غادي تجي وغادي تعفى عليهم، نطرقوا لها فيما بعد. فاش صدرت الاحكام في 14 مارس 1964، ومن بعد انعقدت الدوره التشريعيه ديال اعتقد في فبراير، الدوره التشريعيه اللي دشناها الملك المرحوم الحسن الثاني. والاتحادين كان عندهم شي 28 فريق برغب التزويرات وكل شيء، ولكن كان عندهم شباب مزيانين لي. فقروا ديك الساعه القانون كيسمح تقديم ملتمس الرقابه ب 10%، يعني كان عندهم الحق يقدموا ملتمس الرقابه. فاش وصل ملتمس الرقابه لتماك، الحكومه اللي كانت ديك الساعه من قبل كانت الحكومه مشكله من طرف المرحوم الحسن الثاني هو اللي كيتراسها، ملي جات الانتخابات صبح رئيس الحكومه هو با حنيني، وكان الوزراء اللي كان معنيين بالامر في ميتو هو وزير الداخليه يداك عبد الرحمن الخطيب، ومولاي احمد العلوي كان وزير الاعلام. فجاءوا هاد الثلاثه طلبوا من المنصه البرلمان الفريق الاتحادي انكم حنا قدمتوا ملتمس الرقابه على المسائل الاقتصاديه وهذاك المسائل والسياسه المنهجيه، حنا غادي نعفيكم من هاد التمره كلها، اجيو للمنصه وبينوا على الوطنيه ديالكم وحبكم للوطن، وادينوا هذوك الناس المشاغبين ديالكم اللي كي ضد المغرب معارضين بما فيهم المهدي وداك الشيء، ونفضيوا هذه المسائل هذه. فالاتحادين طبعا هذا كانت بالنسبه لهم امتحان، لان واحد خصو يمتحن الوطنيه الداخل، واش هما وطنيين، واش هما كيبغيو بلادهم ولا كيبغيوش بلادهم. ولكن بالنسبه لهم الامتحان كيكون في مرحله شده، ماشي في هذا الوقت هذا، ايام الاستعمار وايام كان الاحتلال وهذاك المسائل. فجابوا واحد ثلاثه الجرائد، الجريده الاولى باقي لا فيجي ولا لو بيتي ماروكان، اللي كتبين المرحوم بحنيني من ترأس الوفد ديال فاس باش يقدم الولاء لبن عرفه، وقالوا لي لا كانت هذه هي الوطنيه، هانت شنو كنتي. هذا السي المرحوم عبد الرحمن الخطيب كان محامي في الدار البيضاء، وكان ديك الساعه عناصر المقاومه فيهم راس منصور اللي كان عضو في البرلمان ديك الساعه، وضع ديك القنبله ديال المارشي سنترال، وكان قبطوهم وغادي يحاكموهم، وطلعت لافيجي اللائحه ديال المحامين اللي غادي يدافعوا عليهم. فلغد ليه طلع التكذيب ديال السي عبد الرحمن الخطيب، تيقول انا فرنسي وما يمكن لي شيء ندافع، انا لا واحد مجرم وكيقتل الناس وهذه المسائل. في جريده الفيغارو فاش نفال المرحوم محمد الخامس على الفاسين، وجا واحد النداء من القاهره كيطلب فيه الشعب المغربي ينتفض ضد الاستعمار
ومطالبة بعودة الملك الشرعي. فدارت الفيغارو استجواب مع مولاي أحمد ديك الساعة، وقال فيه أنه ما معناه أنه أي واحد كيحرض الشعب المغربي باش ينوض ضد الشعب الفرنسي ما يمكنش يكون بعقله، يكون معتوه اللي غادي يدير هذه المسائل. فهذيك الامتحان ديال الوطني اللي بغاو يدوزوا اليوم دوزوا، ولكن في الاخر هذا البيان اللي دار اللي قرا السي عبد اللطيف بن جلول الدكتور اللي هو كان مقاوم وكان سميتو، هو انه في نهايه سميتو طبعا ما دارش ملتمس الرقابه، لان مع كامل الاسف الاستقلاليين ما شاركوش فيه وندموا باعتراف عبد الله الفاسي، تيقول كنا نشاركوا في الملتمس الرقابه، لدرجه كان كيقول لي السي عبد الرحمن يعني كان حتى الناس اللي كانوا منتخبين في الاحرار وهذاك الفديك ولا الحركه الشعبيه كان كيصفقوا حيت يهضروا الاتحادين كيصفقوا ليهم. اذا دار واحد النداء موجهينه لسميتو الملك الانبعاث اللي هو الحسن الثاني، تيقول له السي عبد اللطيف هذاك النداء الاتحادي، المغرب كيجتاج ازمه اقتصاديه صعبه، والسياسه اللي ماشيه فيها هذه الحكومه ماشي ما كتخدمش المصالح ديال الشعب المغربي، وهذا سيولد انفجارات اجتماعيه، فلهذا حنا كنمدوا يدينا ليديك، رغم ان اصدقائنا محكومين بالاعدام واصدقنا في المنفى واللي محكوم بالسجن محكوم بالسجن، ولكن نمد اليك نمد لنا يديك باش نحاولوا نخدموا جميع وننقذوا البلاد. فهذه رساله اللي كانت تلقاها الحسن الثاني، وفعلا لان كان ديك الساعه هاد باسم الاتحاديين، يعني الفريق الاتحادي دارت في داخل البرلمان توجه هذا النداء هذا، لان كان ديك الساعه يلاه السنه فين بدات التلفزيون، وامر المرحوم الحسن الثاني ان الملتمس الرقابه يداع مباشره. فلما يعني ورطوهم الاتحاديين في ديك الادانه ديالهم، مشى مولاي احمد العلاوي اللي هو وزير الانباء ووقف البت، فاتصل به المرحوم الحسن الثاني قال له خليوا البت يمشي. واعتقد بعد وقوع 23 مارس احداث 23 مارس كانت هذاك التوقع ديال الاتحاديين انه تسوق احداث اجتماعيه، راه الا ما وقفناش هذا الشيء 65 انا كنهضروا في 64 دابا نهايه 64 في مارس وقعت الاحداث، هي اللي جعلت المرحوم الحسن الثاني يفتح حوار مع الاحزاب السياسيه اللي كان غادي يكون التناوب الاول الحقيقي لولا اختطاف المهدي من بركه في 29 ليل، وهنا غادي نطرقوا ليها. من بعد ملي وقعت احداث 23 مارس تبينات المرحوم الحسن الثاني ذاك التوجه النداء اللي داروه الاتحاديين بالبرلمان وسماه ملك الانبعاث، أن خصنا نقدوا البلاد. يداك فتح حوار، اولا كان صدر حكم اولي باش يلغي عفو اولي باش يلغي حكم الاعدام اللي كان ضد الفقيه البصري وعمر بن جلول ومؤمن الديوري وحولوا الى سجن مؤبد. ولكن بعد احداث مباشره ديال 23 مارس اصدر يعني عفوا نهائيا واطلق الفقيه البصري وكل الاتحاديين اللي كانوا في السجن اطلقوا، واستقبل الحزب الاستقلال والاتحاد ودار لهم مذكره انه نديروا حكومه وطنيه، نديروا حكومه وطنيه باش نقودوا البلاد الى اخره، واستقبل الوفد الاتحادي. وفي نفس الوقت في شهر ايضا اعتقد ابريل يعني صفت ولد عمه اللي كان سفير المغرب في باريس مولاي علي، قال له خصك تشوف المهدي مبركه وتمشي تقول له، تيقول لك الملك راه عنده واحد المعادله خصو يحلها وخصك تجي باش تشرف عليها. كيقصد باعتباره انه استاذ ديال الرياضيات وانه غادي يدير هذه العمليه. وفعلا تلاقى مولاي علي مع المهدي مبركه في فرانكفورت في المانيا وبلغوا، فقال له انا مستعد، انا مستعد غادي ندخل، بلغ صاحب الجلاله انني يعني موافق وغادي نجي، ولكن ديك الساعه كان مكلف بالقارات الثلاث اللي كان غادي ينعقد في 3 يناير 1966 في كوبا. بحيث هنا كتبان ديك الديناميكيه ديال المهدي، يعني كيفاش كيستولي اي اجتماع كيحضروا الا وكيجمعوا عليه انه هو اللي غادي يبقى يستمر هو الامين. علاش؟ لان اولا الافكار كتجي باستمرار، وهنا نقدر نشهد في قول الحسن المرحوم الحسن الثاني حتى هو فيما يخص في الكتاب ديالو ديال في الكتاب ديالو ديال ذاكرة ملك،
تيقول المهدي تجلس معاه مئات الافكار كيجيبها. فعلى الاقل ديك على الاقل واحد ثلاثه الا قدرتي تطبقها راك غادي تكون سميتو راجل مثقف. قال لك زي مثقف اولا قال لك الوحيد اللي يمكن نستقبلو كيجي كيطلب المقابله ديالي بدون بروتوكول ويمكن نستقبلو بسرعه. وانا كنعتبره ماشي فقط استاذي ديال الرياضيات هو مرشد ديالي لان بالفضل ديالو انا طلعت على القرارات او البيانات السياسيه ديال الاحزاب الوطنيه بفضل ديالو. ثم انه كان صغير في السن يعني بالنسبه لينا حنا شاب دغدغيا انسجمنا معاه والتقينا معاه وهذه المسائل. وكيقول وانا كنت انا ما يمكنليش انا كنت فوجئت ان كيفاش شي واحد اللي قريب ليا اللي كان في الدائره ديالي باش يقوم بهذه العمليه ديال اغتيال المهدي من بركه. وما كنتش انا وجدت راسي امام الامر الواقع وهذا اللي جاء في المذكرات ديال المرحوم حسن. وفعلا المهدي عنده هذه الطاقه هذه يعني كيفرض راسه على على على, على الاجتماعات كيكتب هو اللي كيكتب كيحب ديما عنده الكاتبه ديالو كيكتب كيحط الافكار كيعطي البرامج كيوزع المهام كيصبح مباشره هو اللي. نحكي لك واحد انيكدوت صديق السي عبد الرحمن وصديقنا جميعا وصديق المهدي خضر الابراهيمي كان سفير ديال الجزائر في القاهره وتزوج بنت هذاك الضابط اليوغوسلافي اللي جاب الباخره ديال الدنيا لهنا السلاح في 56 اللي جابت السلاح لهنا بين الجيش التحرير المغربي والجيش التحرير الجزائري وهي يوغوسلافيه ولكن كتهضر العربيه بطلاقه تماك. وجا شي خطره عندهم المهدي وجابت له متاي جات يقول لها ماشي هكا راه مشى معها للكوزينه وعلمها كيفاش تطبخ اتاي. هذه حكايه ثانيه براساني يعني مهدي في هذه القضيه يعني يطبخ سميتو يحرر يدير كل شيء وعنده هذه الطاقه عطاها الله كيمشي فيها. اذا هو كان مستعد يدخل ولكن في الوقت اللي كان المرحوم الحسن الثاني كيتصل بالحركه الوطنيه سواء الاتحاد والمستقلين من اجل انشاء حكومه وطنيه كان ديك الساعه واحد الراي اخر عنده فقير ان ما نسمحوش لهادو باش ينجحوا. وفي نفس الفتره في افريل يستقبل الفقير يعني عده مرات لوبيز في الرباط. وهذاك لوبيز في 28 في 30 سبتمبر يعني كتب تقرير للمخابرات الفرنسيه تيقول لهم الفقير كيقول لي انه يعمل على تصفيه المهدي وقالها بالطريقه في افيك دي بروسي نو اورثودوكس يعني اساليب بشعه ماشي شنو سميتو. وتكتب تقرير اخر ثاني اللي كياكد نفس العمليه. وكاين بيرني هذاك الصحافي ايضا اللي كان مع مجموعه وكان صديق المهدي لان كان مدير كان في الاذاعه الوطنيه لهنا المغرب وكيعرف المهدي وكان المهدي العلوي اللي كان في باريس وجاء عند المهدي العلوي في ماي 1965 قال له راه اتصل بيا أفقير وعرض عليا 10 او 20 او حتى 50 مليون انه يساعده باش انه يقول له فين كاين المهدي وفين يستقطبوا فين يعني ما بقاش سريه. ثم في نفس الفتره اللي كان صاحب الجلاله كيستقبل الحركه الوطنيه عقد في سميتو في 21 افريل أفقير اجتماع في اوتيل كريو فرنسا واستدعى لي هذوك لي تريون باربعه واحد المجموعه ديال الشخصيات اليمينيه الفرنسيه اللي كيهضر عليهم انهم خصكم تساعدونا باش نفضيو. فاش جا المهدي من القاهره للقاهره المهدي كان في ديك الافروازياتيك ديك الافريقيه الاسيويه اللي كانت تجتمع وكان اساسي فيها. وكانت الصين كتعترض ان ما يحضرش السوفيات الاتحاد السوفيتي الاجتماع ديال باندونغ الثاني واضطر يمشي ماو تسي تونغ يقول له هذا مؤتمر ديال الشعوب عندكم مشاكل مع الدوله السوفيتيه انتم راكم مع الدوله خليه. فاعطى ماو تسي تونغ الموافقه ديالو انه مادام انه مؤتمر الشعوب خليهم يفطر ومشى عند السوفيات حتى هما نفس الشيء كيدير له. فالمهدي ما محتاجش يجي شي حد يغوز لافيا وغادي نهضروا حتى على تشيكوسلوفاكيا فيما بعد باش ف
تنقول لك يعني فاش في الوقت اللي كان يعني كانت أجواء كتحضر باش يكون تناوب حقيقي. تصور لو كان التناوب هذاك في 65 كي غادي يكون المغرب. فجاءت الاختطاف ديال المهدي، ثم جاء يعني أفقير 31 كان تما جاء لفرنسا واستقبلوا لوبيز وداه للدار ديال بوشيس وجاو للدار ديال 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 لوب ديال لوبوز وتمك دوزوا الليله. وجا دليمي اللي كان في الجزائر مدير الامن خلط عليهم تما. فهذه المسائل كلها يعني متبته بليبي دافيون عند القضاء الفرنسي. فوقاش مشاو للقاهره عاوتاني بيرنيي ولا فيغون للقاهره، وفوقاش مشاو لجنيف وسميو التذكره ديال دليمي اللي نهار رجع مباشره هو والحسوني والصقلي وسميتو وكي التذكره ديال وفقير فاش مشى لجنيف. هاد المسائل كلها اصبحت مؤرخه وواضحه للعيان، ما كتحتاجش زعما يغطي الانسان يغطيها بالغربال. نهار 29 اكتوبر 1965 جاء المهدي من جنيف، كان في القاهره، وصلوا الخضر الابراهيمي هو اللي وصلوا للمطار، وجا من جنيف ومن جنيف جا لباريس، وكان داير موعد مع عبد الحميد أزموري طالب مغربي باش يحضر معاه هذاك الفيلم اللي غادي باسطة اللي غادي يدار. وكان عنده موعد ديك الساعة مع دوك صحفي بيرنيي والمخرج إلى آخره باش يكون يتغداو عند ليب سميتو في سان جيرمان دي بري في باريس. ومشى حط الفاليزة ديالو عند أحد الأصدقاء ديالو في باريس، وجا مع داك سميتو هو تيجي ديما هو في الوقت. جا شويه سميتو قال اجي نشوفوا المكتبات شنو فيها، هو يقفوا جاوا عنده جوج شرطي فرنسي، واحد سميتو سوشون لوي سوشون وواحد سميتو فيتو، وراو له لاكارت ديال البوليس. فاطمئن المهدي كياخذ الاحتياطات، ولكن ملي وراو له لاكارت ديال سميتو ديال البوليس ركب معاهم. تماك فين داوه اتضح انه داوه لدار بوشيس. هاد بوشيس جورج بوشيس هو رئيس العصابه، هذا كان استعملوه المخابرات الفرنسيه هو والجماعه ديالو داك لو ني و باريس ودبي. هادو اربعه لي تريون كانت استعملتهم المخابرات الفرنسيه في هذوك الضباط اللي انتفضوا ضد الجيش الفرنسي اللي كانوا في الجزائر باش يجيبوا واحد غورو كولونيل غورو كان هرب لالمانيا، ودخلوهم هما اللي مشاو جابوه وداروه واحد الخنشه وحطوه حدا واحد الكوميساريه. فنهار بغاو لوبيز نهار بغا فقير فاتحوا له فقير في قضيه المهدي هو اللي رشدوا لهاد. وهاد لوبيز كان موظف الخطوط الملكيه الفرنسيه في الخطوط الملكيه المغربيه في طنجه، ومشى اصبح موظف الخطوط الفرنسيه في مطار أورلي، ولكن مرتبط مع الأجهزة المخابرات كيعطيهم الأخبار، وبالتالي كيعطي جميع حتى يجيو كاع القادة المغاربة كيستقبلوهم تماك وكيعرف شكون اللي يدخل وكيعطيهم الأخبار وداك الشيء، ومصاحب معاهم يشرب معاهم قهوة وداك الشيء، ولكن كيعرفوه أنه ديال الاستخبارات هذا لوبيز. ومازال عايش، وهذا الوحيد اللي مازال ممكن، وكاين التونسي هنا اللي عندنا حنا حتى هنا في المغرب هذو اللي مازال عايشين في هذه المرحلة هذه. فهادو دابا كلهم هادو الاربعه ديال التريون لما تخطف المهدي. هذاك بوشيس دليمي سافر مثلا وقيل واحد في الشهر ولا داكشي، لو برومي هو جا لو دو جا بوشيس، وجاو الاخرين كلهم هادو كلهم كانوا عندهم حتى هما ديك الساعه ساعدوهم فقير ولا دليمي عطاوهم يعني بارات هنا كيسيروها الى اخره. ومن بعد تاهما احنا في هيئه الانصاف والمصالحه في الحقيقه كنا فكرنا السي ادريس انه حتى اذا كان ما قدموش اي طلب الحزب ديال الاتحاد كنا غادي نفتحوا الملف ديال المهدي، كنا بغينا نصلوا فيه الحقيقه. مع كامل الاسف يعني ما توصلنا شيء سميتو لنا ملف. كان هذا الملف عندك الملف ديال المهدي مبركه وديال الحسين المانوزي وبعض سميتو يعني السي ادريس شخصيا هو اللي مكلف بهم، وكنت انا ادريس بن زكري وكنت انا والسي عبد العزيز بناني الله يشافيه كنا اللي كنخدموا معاه في هذه الملفات هذه.
وحاولنا فعلا احنا كما ما كاينش الوثائق وداك المسائل، ولكن اتصلنا بالعائله عطاونا الوثائق ديال المحكمه اللي قلت لك كل شيء متق، يعني بطاقه السفر وبالتواريخ دقيقه وداك المسائل كلها. وبدينا كان نستمعوا للشهود الكبار اللي بما فيهم مولاي المهدي العلوي يا صغير، هذوك الناس اللي عاشوا سميتو الجوهري اللي كان شاف داك الازموري في داك الوقت وقال كانوا شي جوهري حمادي جوهري، واحد مناضل اتحادي وكان في الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، هو دابا في الدار البيضاء، وتيقول ان شاف الازموري وقال له اللي كان مع المهدي فاش خذوا ان كانوا شي مغاربه تما، وقال له سير ولا نحشي فيك جنوي ولا شي حاجه هكا. معناها المسائل كتاكد انه انه المسائل، ولكن معاكم للاسف قضيه المهدي معقده لان الحقيقه موجوده في فرنسا. حنا هنا الوثائق ما كاينش كما قلنا، جينا الوثائق يعني ما كايناش عند الدوله المغربيه. في الحكومه ديال السي عبد الرحمن اليوسفي فاش تكتشفات مشاو عند المرحوم الحسن الثاني قالوا له انه المغرب بدون وثائق. من سنه 1944 مابقاش الوثائق كتجمع. ما درنا دابا المركز ديال الوثائق الارشيف الماروكان حاليا الا في عهد هيئه الانصاف فاش دارت هذه العمليه فاش بدات تتوثق. يعني ماشي حد ما الناس كيصحابهم راه غادي نجي وغادي يعطيونا الملفات وغادي فعلا الدوله ساعدات، ولكن ساعدات بالامكانيات اللي عندها، الارشيف ما كاينش. يعني قلت لك شنو قال المرحوم الحسن الثاني على المهدي، وكيقول انا ما كنتش كنتصور ان الناس اللي قرب ليا غادي يغتالوا المهدي. محمد السادس دار استجواب مع الفيغارو تيقول انا ما عندي علم بالقضية ديال المهدي، ولكن ما يمكنش نمع الباشي المبركة يقلب على المصير ديال با، هذا من حقه. اللي ما بغيش هو أنه يستغل هذا الشيء سياسيا لضرب المغرب. أنا الحقيقة لا تزعجوني، مرحبا بيا سميتو، ولكن الحقيقة في الحقيقة اللي عندهم لي زارشيف ومستولين وما بغاش يفتحوها هما الفرنسيين. هما دابا داروا واحد الخطوة مع الجزائريين، وخا حنا خطوه ماشي شي حاجه، يعني غادي يفتحوا ما تفتحوش ما يعني ارشيف ديال الشرطه وديال سميتو، ماشي بحال الارشيفات السياسيه. المهدي فاش درنا هيئه الانصاف والمصالحه داروا واحد العمليه فتحوا واحد المجموعه ديال الارشيف، ولكن كلها صحافه ماشي شي حاجه. الارشيفات الحقيقيه اللي دوغول براسو في اجتماع وزاري تيقول لهم خص الحقيقه تقال مهما كانت وتكون الحقيقه. يعني لنا ام المهدي الله يرحمها يعني صيفطات رساله للدوغول قالت له انا بغيت الحقيقه ديال ولدي. دابا ها مراته ها ولادو كيتسناو هذه الحقيقه حتى هما، وخصهم يعرفوا الحقيقه ديال باهم في كيفاش ماتوا فين مدفون، هذا حق يعني للجميع. ولكن حنا اللي درنا في هيئه الانصاف يعني استقبلنا العائله، جاو عندنا شوفنا معهم عبرنا انه ممكن نديروا كل المجهود ديالنا، ولكن في المغرب ما حصلنا شيء. يعني واتضح حتى انهم اللي جا المحامي ديال المهدي مبركه موريس بيتان وكيعاتب على المغرب انه ديك سميتو الانابه القضائيه وداك الشيء، اكتشف ان ما كانش كتوصل للمغرب كل الانابات اللي كانت دارت ما بدات توصل للمغرب حتى حتى 2004 2005، اما من قبل كل ما حتى ما عند تحبسات في فرنسا هما اللي كانوا كيحبسوها، ما عمرها وصلت للمغرب. ثم يعني مع كامل الاسف كاين بعض الملفات لا هو ولا ديال الحسين ما قدرناش نقاو القبر ديالو المانوزي، حسين المانوزي ما قدرناش نقبرو الاخر، وعرفنا المصير ديالو انه لانه ملي هربوا من بيف 3 هو وعقا وبابو وبوريكات قبطوهم كلهم الا الحسين وعقاب، يعني مشاو تخبوا عند سميتو عند المقدم ديال عين عوده، صادفهم في الدار ديالو واحد النهار قال لهم خصكم تمشيو وتخرجوا سميتو. هذاك عقاب مشى لا حسين ما عرف كي طلب لهذاك باش يخرجوا من براج ديال الجدارميه، ومشى تعشى معاه عند شي ابراهيم السطنط، احنا سمعنا له عنده ريستورا تماك، جا تعشى عنده تماك وداك الشيء، وركبوا هذاك على الموتور
خرجوا فتماك بعد 100 متر رجعوا وقال الجدرمية هذا اللي كتقلبوا عليه. حسين ضعيف وسميتو استغربوا وفكتيفماني لا غد لي ملي اتضح انه الحسين مشى وزير الداخلية والوالي وشي ضباط ومشى وهناو ذاك المقدم اللي سلم. ولكن بعد يومين جاو اختا اعتقلوه لهنا كان مخدم مخباه سميتو وقضى 4 سنين قضى في درب مولاي الشريف حتى هو. وهذا يحكي هذاك السي ابراهيم هذاك سميتو ملي جابوا له الحسين يتعرف عليه قال لك ما تعرفش عليه كثرت مسكين ما تعذب وهذاك المساي. إذن بقى تما فاش هربوا من تماك هذاك الحارس اللي كان بقى قال لنا ودي جاوا الجدرميه وخذوا لي بوريكات خذوهم وفعلا داوهم جلسوا عندهم شي 8 سنين عند الجدرميه واكلين شاربين بخير. ومن بعد عاد داوهم التزمه مارس حسين قال لك جات ديك لابريغاد ديال الدليمي وداوها تيقول غادي يكون صفا غادي يكون تصفى الحسين ما قدرش نقدروا القبر ديالو. هذا هو المسائل الدرك كتبنا لهم وجاوبونا قال لك اودي حنا اعتقلناه في التاريخ الفلاني وداك الشيء ولكن سلمناه الاجهزه الاخرى يعني الدرك يعني جاوبوا كتابه يعني ماشي